نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول الطلاق والنفقة والرؤية مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني. يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني. وتناول صالون التنسيقية مناقشة عدد من المحاور، منها أبرز المشكلات التي تواجه الأسرة وتماسكها والتشريعات التي تحتاج إلى التعديل في هذا الملف. بعد مرحلة الطلاق السيدات بتمر بمشكلات ما بعد الانفصال، سواء كانت زوجة معها أطفال أو سيدة يعني معهاش أولاد ولا تعول مثلا أطفال، هي على كل المستويات بتمر بأزمة نفسية، وخصوصا إذا كانت السيدة مجبرة على الطلاق أو ظروف الحياة غير مهيئة للاستمرارية. يعني لو قلنا أن في نسبة بترفض أن هي تعيش لظروف أو مشكلات، ولكن خلينا نقول أن أغلب السيدات، وإحنا يمكن لسه كان الأسبوع اللي فات كان في أحد البرامج التلفزيونية بستعرض مشكلة، ودي مرت عندي أنا شخصيا وشفتها، السيدات هي اللي بترفض أن هي تتطلق. إحنا عندنا مشاكل في المحاكم، وساحات المحاكم بتشهدها من سنوات كبيرة في ظلم بيقع على المرأة وعلى الطفل وعلى الرجل. فمعنى كده ان في عوار حقيقي موجود كان في قانون واحد لسنة 2000، ولذلك كنا دايما بناشد بإجراء التعديلات اللي بالفعل في 188 مادة بالفعل خلاص المفروض يتولدوا الفترة الجاية، يعني بنتمنى بالسماح بإضافة بعض المواد. المواد اللي هي يعني طالبنا بيها كتير في الإعلام وفي السوشيال ميديا ومن خلال طبعا المنصات الكتيرة، طالبنا بحاجات تخص في الأول وفي الآخر المصلحة الفضلة للصغير. الطفل الأضعف في كارثة انهيار أسرة المسماة بالطلاق هو الطفل، وإذا كنا نريد إنقاذ هذا الطفل اللي هو يعني إنقاذ المستقبل بتاع البلد دي وبتاع المجتمع ده، محتاجين نتكلم في أصل المشكلة. أصل المشكلة هو أن الناس بتتجوز بدون اتفاق. وعشان تعرفي قد إيه المشكلة كبيرة قوي، المجتمع عبر سنوات طويلة قوي، يعني مثلا نتكلم في العشرين سنة الأخيرة، وصل لصياغة مثلا عشان يحمي مؤسسة الجواز لحاجة اسمها القايمة. هي القايمة الناس اخترعتها ليه؟ عشان قانون الزواج، لا عشان عشان وثيقة يعني الزواج دي ما بتحميش الزوجة. انا شايفة ان احنا لازم نضيف ضمن الكشوفات اللي بتتم والفحوصات اللي قبل الزواج الكشف النفسي، ونقعد مع الزوجين. هو ده كان المقترح جبران، يعني احنا لازم يكون في تأهيل نفسي لو حضرتك ولازم يتفعل، يعني مش مجرد ان انا اروح اجيب ورقة ان انا عملت الكشف النفسي ومشيت، ويشوف كشف جيني للزواج الأقارب والحاجات دي، هل ممكن ينتج عنه أطفال فيها عيوب خلقية أو ذوي احتياجات خاصة أو ما إلى ذلك.